من درك المقتول أيوب الديش. أنا سميتي سعيد مليكة، أنا جيت من الرباط كنقلب على الصحافة، فين ما كانش صحافي خلقة حتى فشي بلاد ولا فشي طريق ونعرفوا صحافي، بغيت ندير معاه اللايف باش نعرف باش يعرفوا الناس بلا انا مظلومه انا مظلومه انا مظلومه. الله ياخذ الحق. عييت ما ندير الشكايات، عييت ما نهضر في الفيديوهات، وكنتهدد في التليفون ديالي، كنتهدد عيطوا عليا البوليس. واش انا من حقي ما عنديش الحق باش غادي نهضر باش غادي ننشر هذا الظلم؟ واش نبقى انا تيقتلني هذاك السيد؟ راه باغي يقتلني، راه كيدير دابا ثاني شي خطه تعاوتاني باش يقتلني. الولدي كان بيرمانونس نهار الجمعه، هادي 6 سنين، نهار الجمعة كانت عنده بيرمانونس، ونهار السبت خرج مشى يتفرج في الكرة، كملت الكرة في الليل هذاك، مشى لعند خوه ما لقاش، جاي في الطريق ديال البحر، جا ضربوه. راه داكشي مدروس، داكشي كله باين، الملف ديالي باين، حتى العور اللي تيربل ما قراش داك الملف، راه كيبان بالله كيبان الظلم. كلشي الناس تيقول لي الظلم، كلشي تيقول لي الله يعاونك الله يسر لك الله يجعل ما سيدي ربي يفاجئ عليك، حسبي الله ونعم الوكيل. تعرضوا ليه وضربوه لهنا للراس ديالو. ما نقول لك ولدي مقدم، ما نقول لك شاقور، ما نقول لك جنويه، ما نقول لك شنو هراوه، ما نقول لك شنو باش ضربوه، الله يضربهم ان شاء الله. ايوا وهزوا الموتور وكيبان داك الشيء قدام ديك البونبا ديال ليسانس، وعطاتني الكلي، راه عندي الكلي، راه عندي الوثائق ديالي، شكون غادي يشدهم لي يا عباد الله؟ ها عباد الله المسؤولين، تقوا فيا الله وشوفوا فيا، تقوا فيا الجدرمية. السي حرام، وانا مزوج فيك، انا الانسبكتور ديال الجدرمية، دخلت عليك بوجه الله الا ما وقف معايا. وهاد البيدلة هادي اللي لابس ولدي هادي واش ماشي بيدلة ديالكم هادي؟ ما تعاونوش الدراكي ديالكم. هاد العصابة اللي كتبيع ليسانس هي اللي قتلت يا ولدي، هو اللي قتل يا ولدي. باقي يا سيدي عند قضيه التحقيق، باقي عند قضيه التحقيق، مازال ما شنا حتى شي حاجه، وما يمكن ليش نقول شي حاجه اللي تقال اللي بداك الملف، لحقاش باقي سري، ممنوع عليا نقول شي حاجه. عندي بنت وولد في الدارك، وراجي خرج تقاعد، احنا خرجنا تقاعد باش نرتاحوا، وليداتنا الحمد لله شدوا بلايصهم، احنا صدقنا في هاد الكارثه، في هاد المصيبه هذه اللي تسلطت علينا، شرينا واحد الدار وخرجت علينا مباركه مسعوده مع هاد السي، تيجي الجيران عطاوه دابا اتساع، عارفين وعاطينو اتساع، بعدوا منه، كيقولوا لي سمحي لينا حيك دار العريضه ب 25 واحد بحال انا قاتله كينيدي. داري لي 25 واحد، قالك تنهز المالقاطع وكنهز الجناوة، شكون هذا اللي ضربت؟ شكون هذا اللي كبيت عليه المالقاطع؟ الله ياخذ الحق. تيقول لي دابا سمحي لينا، كنقول لهم انا ما كنسمح لكمش. شوفوا غير على وجه راجلي اللي خدم في الجدرمية 37 عام، شوفوا الولد ديالي الشاب اللي مشى، واش باقي نولد هذا الولد هذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا بغيت الكاميرات، انا بغيت التليفونات ديال هاد المصيبة، انا بغيت الشرطة العلمية اللي حيدات لولدي الطفران، ما كايناش النتيجة، وبغيت النتيجة ديال الكاميرات، كاميرات أنا مزوقة فيكم الكاميرات، راه كلشي باين بلا ما تعذبوا، تدوزوا من هنا وتدوزوا من هنا وتكثروا في المساطير وتكثروا في التخربيق، راه ما كاين غير الله، راه الله سبحانه وتعالى غادي ياخذ الحق في الظالم والمظلوم، راه الله عالي وعالم. يا ربي وهاد النهار ديال الجمعة وهاد الوقفة إلا ما أنت توري هاد السيد اللي ما عرفوش، الله ياخذ فيه الحق، أنا تنعيط لسيدي ربي ياخذ فيه الحق.